وازدهرت في العصور الإسلامية واشتهرت أكتر في الحضارة المصرية. طبعاً بنتكلم عن فن الخيامية بنظرة تخطف عينيك وبسحر ألوانها في دنيا تانية توديك. أول حرفة يدوية تشوفها تقول لوحة فنية، وهي في الأصل قماش منقوش بحرفة مصرية كانت على كل مأوى فرعونية، ومن بعدها على كل خيمة عربية، ولقبت زمان بفن الخيامية. الخيامية هي شغل الخيم، الخيمة بتاعت المبيت، وأصله فرعوني. ليه؟ لأن احنا لقينا سترة في مقبرة توت عنخ آمون معمولة بشغل الإضافة اللي هو شغل الخيامية، ارتباطه بالخيمة من العصور الإسلامية وإحنا نازلين لحد ما وصلنا إلى اليوم. رغم جمالها وروح روعتها، إلا إن بساطتها هي سر حكايتها، والأساس في صناعتها هي تراثها وتاريخها. بنبتدي بتصميم في مخيلة الفنان، وبعد كده بينزله على ورقة، وبعد ما بينزله على ورقة بينزله على القماش الأساس، وبعد كده بنبتدي نشتغل قطعة قطعة، بنبتدي نخرم على الخطوط بتاعة الرسم. الخرام دي هتدينا الشكل بتاع قطعة الشغل، بس مش مرسوم بالقلم. بنبتدي نحط قطعة القماش الأولانية وبنخيطها بالإبرة والفتلة، بنخيط المكان اللي هيبقى ظاهر، وبعد كده بنبتدي نضيف له الإضافات اللي هي بخيوط سميكة اسمها خيوط التفسير. مش متأيدين بنوع قماش، ولكن القماش اللي احنا بنشتغل بيه قماش قطن، لون ثابت ولون سادة. ومن كتر جاذبيتها وقوة سحرها خلت ناس كتير يبقوا من عشاق فنها. شبهت الحرفة دي بالنداهة اللي ندهتني من بره ومعرفتش ايه اخرج منها. كل اللي يحط رجله من على بوابة المتولي ينجذب لهذا الشارع وما يقدرش يخرج منه، ويدور على اللي يعلمه الحرفة دي. روحانيات يتعمل منها مجلدات، وفي الاستخدامات ما تعدش، ومن كل قماشة مفروشة تحس ان وراها قصة وحدوتة. الخيامية مشهورة بحاجات كتير، مشهورة بالشغل الفرعوني وبالشغل الإسلامي وبالشغل البلدي وبشغل اللوتس، وفي أنواع كتير، وفي فنانين أضافوا من عندهم وأبدعوا وعملوا تصميمات هي خارج شغل الخيامية، ولكن بطريقة شغل الخيامية. الفن والفنانين وأصل الحرفة والحرفيين مش هتلاقيها غير في مصر وبإيد مصريين. كل حاجة حلوة فيها بفنها وبخفة دم شعبها. سارة عبد الوهاب، الحياة أحلى.